قلت شنو هما المساطر اللي كيدوز منهم شو قانون الماليه. رئيس الحكومه راه هو اللي كيمشي مع الدوم اللي كيكون هنا في التحكيم. يعني زعما هذه القضيه اللي خليك رئيس الحكومه مؤسسه قبل ان يكون شخص. رئيس الحكومه عنده مصالح اللي كتشوف صحيح حتى ولكن ما تنتظرش من اللي كيوقع في المجلس الحكومي لان المجلس الحكومي في السريه ديال المداولات هذه. ما تنتظرش مني جاوبك على ما صرح به زميلي السي لانه غادي يجاوب ولكن نعطيك المعطيات لان مع الاسف بعض المرات كنديرو شي حوايج خصنا نعرفو يعني كتخرج يعني لان في الاخير ما تبغيش نقول لك راه بلادنا ما معنى ان يقال وهذا اللي كيتداولوه على كل ان رئيس الحكومه ما فعلوش زي زعما انا نقول لك بكل سر زعما كاين شي واحد يكون رئيس الحكومه ولا كذا زعما بحال شي واحد كياخذني مغفل زعما انا ما زعما سابوز ان فري بروبليم بروبليم ايتيك زعما لان اللي كيحاول يروج يقول لك وا رئيس الحكومه حيدتي ولا لا راه ما كاينش هذا الشيء كله كاين هناك ويمكن لي نقولها لك بكل صدق إرادة قوية لإنجاح هذا البرنامج إرادة قوية علاش؟ لأنه برنامج يعني يستفيد من الرعاية السامية لسيدنا المنسوب الذي أعلن هذا البرنامج طال انتظاره وهو اللي غادي قبيلة كنهضروا على كيفاش يمكننا نحسنوا من نسب النمو هذا البرنامج سوف يساهم لانه ملي غادي تمشي للمناطق القرويه والمناطق المعزوله ويعني وكتحسن من المستوى والظروف العيش ديال الساكنه راه غتساهم ايضا في الدوره الاقتصاديه للبلاد بصفه عامه.